انجاز تاريخي بمعنى الكلمه للرياضه المصريه في اولمبياد باريس 2024، انجاز حقيقي تابعناه كلنا. شفنا تالق البطل الاولمبي المصري احمد الجندي في منافسات الخماسي الحديث اللي حقق ذهبيه كسر بيها الرقم القياسي الاولمبي والعالمي برصيد وصل ل 1555 نقطه. ده اول مره الرقم ده يسجل في تاريخ الاولمبياد. فوز الجندي جه بعد وقت قصير من فوز سارة سمير بالميدالية الفضية في رفع الأثقال عشان تكتمل الثلاثية بانضمامهم للبطل محمد السيد اللي نال الميدالية البرونزية في المباراة. خلينا نتابع. إنجاز تاريخي للرياضة المصرية في أولمبياد باريس 2024، حيث تألق البطل الأولمبي المصري أحمد الجندي في منافسات الخماسي الحديث محققا ذهبية مستحقة كاسرا الرقم القياسي الأولمبي والعالمي برصيد 1555 نقطة. جاء هذا الإنجاز بعد وقت قصير من فوز البطلة المصرية سارة سمير بالميدالية الفضية في رفع الأثقال، مما رفع رصيد مصر من الميداليات في الأولمبياد الحالية إلى 3 ميداليات، تكتمل بذلك الثلاثية بانضمامهما إلى البطل المصري محمد السيد الذي نال الميدالية البرونزية في المبارزة. وبهذه الثلاثية ارتفع علم مصر عاليا خفاقا في سماء العاصمة الفرنسية، ويعزف النشيد الوطني المصري للمرة الأولى في أولمبياد باريس في لحظة تاريخية تؤكد مكانة الرياضة المصرية على الساحة العالمية. بدأ البطل الذهبي أحمد الجندي البالغ من العمر 24 عام رحلته الرياضية منذ سن مبكرة، حيث شارك في بطولة الجمهورية وعمره 8 سنوات، حصل على العديد من البطولات منها ذهبية بطولة العالم للشباب وذهبية أولمبياد الشباب في الأرجنتين، كما حقق فضية أولمبياد طوكيو عام 2020 وذهبية كأس العالم للخماسي الحديث عام 2023، ليحقق حلما سعى طويلا لاقتناسه ويكتب اسمه بحروف من نور في سجلات تاريخ الرياضة المصرية. أما سارة سمير فقد أثبتت أنها المرأة الحديدية بعد حصولها على الميدالية الفضية لوزن 81 كيلوغرام في رفع الأثقال، فتغلبت عليها دموع الفرحة على منصة التتويج، وكانت هذه اللحظة بمثابة هدف طال انتظاره لابنة الإسماعيلية والتي بدأت ممارسة اللعبة في عمر 11 عام تحت إشراف عائلتها، حيث كان والدها يمارس نفس اللعبة وشقيقها الأكبر مدربا لها. سارة الحاصلة على برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو تواصل إثبات قدراتها المذهلة في عالم رفع الأثقال، وقد حققت 5 ميداليات ذهبية و3 فضيات في بطولات العالم.